من أكثر من 5000 سنة لما ابتدى المصريين القدماء تكوين منطق فني متميز لتسجيل معتقداتهم وفلسفتهم وأدبهم على أوراق وحوائط سروح ضخمة. النهاردة يستمر بعض الفنانين المصريين بنفس الدوافع والقواعد الفنية اللي استعملها القدماء في إنتاج فنون تلهم وتثري كل من يراها. أنا كفنانة مصرية شابة هقوم بمحاولة استكشاف جذوري وأحاول أشرح لكم الروابط اللي قاومت الفناء طوال العصور اللي مرت على مصر كيمت، ورغم الثقافات والاحتلالات التي مرت عليها وانصهرت وتمصرت على أرض بلدي. في الفن المصري القديم الأبدية، الأبدية اللي موجودة في الشغل اللي هم كانوا مؤمنين بها تماما، الديمومة، الحياة إلى ما لا نهاية، الصروح ستظل إلى الأبد، هتدينا الحس بأنه هنا علاقة ما أو شكل ما له محتوى أبدي أبدي. Why that particular lineage? Why that line through the medieval and ancient worlds into this world of Ma'at more than any other human community? What is it that seems to be alive today that is connected with ancient Ma'at? If I'm looking at contemporary Egyptian artists, painting or jewelry work or pottery, and then I'm looking at the ancient work. I can analyze it. I can produce a philological essay on, I can see this reference here. And sometimes I will see it. Sometimes some of the artist's work that is included in the exhibition, I can see, I will connect with some of it less and some of it more. مجنون بالنحت المصري القديم والنقلات الضوئية الرهيفة جدا على سطح التمثال، أنا أعتقد أنها موجودة في أعمالي لكن دون تقليد، لكن المضمون بالتأكيد شيء أساسي، فأعتقد أن شغلي في تأثر شديد بالحضارات اللي مرت على أرض مصر، لكن لابد أن نلحظ أنه عجنة خلطة من ضمنها فن القرن العشرين في العالم. أنا لا أتصور أن هناك حضارة تخص شعبها فقط، الحضارة تخص البشرية، والحضارات اتبنت على بعضها، يعني كل حضارة ادت الحضارة التالية عليها وهكذا. المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا في التوازن ما بين النظام والفوضى، وكانوا بيسموا المبدأ ده باسم الماعت، وهي فلسفة استمرت لآلاف السنين في حضارة كيمت. Ancient Egypt as the civilization that used a formal art and a hieroglyphic script in order to express certain and to project certain ideas about the universe and the place of humanity in that universe and the way the universe works. With Egyptian art and what we call Egyptian religion,
they exist along the same time scale. Around about 3000 BC, we see a formal art developed, a formal way, a canonical way of expressing the human body and the world around it with a certain canon. So the proportions of the human body are fixed to a certain degree. الفن ساهم بشكل كبير في انه يكون في كيان يحافظ على وجوده لالاف من السنين، وانه اللي كانوا قائمين على النظام اللي كان موجود ده كانوا واعيين تماما ومدركين تماما لقيمه انه الفن والارتقاء بالجمال بيدعم بشكل كبير فكره الاستقرار الكيان ده، وانه الفن عند المصري القديم في حاله متفرده جدا في التاريخ البشري، يعني هو مرتبط ارتباط كبير كمان بالعقيده، فاستمراريه العقيده بتدعم استمراريه الفن، واستمراريه العقيده واستمراريه الفن بتدعم استمراريه الكيان المنظم ده اللي كان موجود. الضخامة والمهابة اللي موجودة في مكان بقعة معينة زي الأقصر زي دندرة زي كذا زي كذا، الناس اللي في القرى لو راحوا مثلا جم الأقصر ساعتها، فهو بيشوف ان بيت الرب ده وبيت البيت الإله ده ضخم جدا مهيب، فهو بالتالي طيب لما هيجي يمشي من المكان هيروح هناك، فكان بيبقى فيه حرفيين بيعملوا نماذج صغيرة للحاجات دي، فده بيتطلب نوع من الحرفة، فهو لما بياخده معاه هناك كمان هو بينقل معاه الفكرة وبينقل معاه المعنى ده، فبالتالي ده برضو بيعمل حالة وحدة عقائدية كمان بس بمنطق الجمال، فإنه الجمال كان ضروري إنه بيوحد حالة المجتمع وبيوحد الحالة الروحية اللي عنديهم وبيوحد فكرة القدرة على التعاون بينهم ما بين بعض، إنه هو أنا لي علاقة باللي ساكن في الأقصر ده، يعني هو لو ساكن في قرية مثلا في دندرة أو بعد دندرة هو خلاص هو لي علاقة ما بالمجتمع اللي هناك ده من خلال الفن، من خلال التشكيل اللي هو بياخده معاه ده، من خلال التشكيل اللي بيشوفه اللي بيوحد حالته الروحية ويديله حالة الاستقرار النفسي، فبالتالي هو كمان بيرتقي بأخلاقه، وإنه هو كان ضرورة ليهم حتى هم فهموها، حتى الطبقة اللي كانت بتحكم دي أو الناس اللي هم قرروا إن هم يعملوا الشكل العام للنظام ده، وإن هم إزاي يربطوا سكان وادي النيل، فأعتقد إنه هو أجمل تجلي لفكرة التحضر كان الفن. إيه اللي كان يدفع يبقى فيه إنتاج لمنتج فني؟ في عندي تصورات عن أشياء معينة أنا عايز أعبر عنها، فبالنسبة لي أفضل طريقة للتعبير عنها هو النحت. وأعتقد يعني إنه كمان هو ليه علاقة بالنفس، إنه هو بيدي لك حالة استقرار نفسي وحالة إشباع نفسي إشباع روحي. الفعل ده نفسه دي ذاكرة وجدانية، يعني الوجدان نفسه اختزنها، ففيها متعة نقية جدا. أنا طول الوقت محتاج الحالة دي اللي هي فيها اتزان وفيها شبه كمال حتى في البراءة بتاعتك، ف المتعة يعني أو اللذة الشخصية في إن أنت تعمل فعل، الفعل ده ذاته يعني هو بالنسبة لي هو بحث عن الاتزان، يعني الاتزان الروحي. In the early dynastic period, we have the first references to Ma'at as a goddess or as a divine force. Ma'at meaning what is right, what is smooth and direct. And the equation of the two, this force in art, these forms which last for 3,000 years, and the continuation of Ma'at that right through to the Roman period is shown in temples being offered
by the king could be taken as the key to the survival, the long life of this system. المصريين أكثر ناس احتفوا بالحياة يعني ف وانه ازاي يقدر يعبر عن الاحتفاء وده فكان ما كانش فيه اجمل من انه يعبر عنه عن طريق الفن وانه يسجله كمان هم كان عنديهم نوع من الهوس بفكره التسجيل هو يسجل كل الاشياء يسجل مفردات المكان يسجل حياته الشخصيه انه المفاهيم اللي عبر عنها المصري القديم عن طريق الفن دي اللي هي الماعت والحق وكذا وحتحور الجمال وهو كان عنده اصرار عجيب انه هو يعبر عنها ويعملها في إطار تشكيل دي ساعدت الناس على الحياة فهو احتفاءه بالحياة خلاه عمل المفاهيم الروحية دي يعني اللي ممكن يكون لها علاقة كمان بالأخلاق اللي لها علاقة بالجمال اللي لها علاقة بكذا بكذا يعني كل المفاهيم دي فهو الفن هو ما مش هينفع يتعبر عنه غير من خلال الفن يعني وكمان احنا مش منفصلين عن التاريخ بتاعنا يعني احنا كناس موجودين دلوقت هم لما حاولوا يعبروا عن المفاهيم دي فهم عبروا عنها عن طريق الفن ونجحوا في ده وعملوه بمنتهى الجمال ومنتهى الاتقان فيمكن مع مرور الزمن ومرور الوقت المفاهيم دي تكاد تختفي يعني فمحدش يقدر يحيي الحالة دي أو يحاول إن هو يصنعها غير الفن ومش النحت بس الفن عموما يعني وزي الفكرة اللي كانت عند المصري القديم إن هو كمان عشان يعمل مجتمع متحضر ومجتمع مترابط وكذا يعني اضطر اضطرارا إن هو يصنع الحالة دي يصنع الفن ده فإحنا كمان محتاجين ده احنا كمجتمع حاليا في الوقت الحالي ده احنا محتاجين الحته دي انه يكون في فن بينمي عنده حاله معينه الحاله دي تقدر تخليه كمان يعيش مع اللي حواليه بشكل يعني متزن يعني انا عايز انحت يعني انا عايز امارس الفعل ده تشارك التجربة دي مع آخرين فإن أنت تشارك التجربة دي مع آخرين يستوجب إن أنت تمارس الفعل ده فتنحت فإن التجربة بتاعتك أنت الشخصية دي حالة استقرارك أنت التزانك التناغم أو الماعد زي ما كان يقول المصري القديم ده إنه هي تنتقل لآخر ودي فكرة مصرية صميمة إنه فكرة كمان إنه ينقل تجربته هو كان حريص إنه ينقل تجربته ينقل تجربته على الجدران وينقل تجربته في البرديات هو كان حريص تماماً إنه ينقل التجربة دي والحرص ده اللي مبدأه نبيل جداً هدف نبيل جداً إنه هو يبعث للآخر ده إني أنا زي ما أنا 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 شفت الحالة دي أو عشت الحالة الجميلة دي فأنت برضو أنا بديها لك فهو نوع من النبل يعني الفن عند المصري القديم فيه نوع من النبل Ma'at is sometimes called the daughter of Ra. You consider Ma'at is a question of being balanced. They often talk about controlling the heart, so enjoying life but not to excess, living in not a boring moderation but living without excess, living sociably. These are ideals in Egyptian literature. And you can see that lack of excess reflected in the symmetry that's always present but as in other art systems is never completely stifling. So if you have, for example, an artistic composition with a long row of men and women bringing offerings for a person or for a deity, usually they'll slip in a rhythm of variation. It's almost like hearing the sound of a song. They'll create variation. So if you think of the repetition also as a source of variation, you come close to one of the keys of Egyptian art. المصري القديم
لما ابتدى يعمل شغله وابتدى يطور حضارته، عنده اهم حاجة انه يفكر في الابدية، يفكر في الخلود. الرؤية بتاعت عين التمثال او البورتريه اللي بيرسمه او ده كان دايما بيبقى فيه اتجاه للافق اللي هو اللانهاية. ده بيبقى موجود في معظم او كل شغله تقريبا، عشان يديك احساس انه الحياة مستمرة. انا بالنسبة لي البني ادم اللي بقاعد على القهوة في حالة تأمل او حالة وجد، ده بيحسسني انه ده موجود في التاريخ المصري القديم من ساعة ما ابتدت المصريين القدماء يعملوا تمثيل بتبص لقدام للأفق وفي حالة وجد كده وحالة تأمل. الحالة دي بتبين لي او بتحسسني ان احنا لسه مستمرين على نفس الخط او على نفس المنهج. صحيح طبعا في اختلافات كتيرة حصلت، بس في النهاية ده بيحسسني انه الناس دي هم يعني ورثت الناس القدام، وده اللي بيخليني ارسم الناس بالطريقة دي في حالة سكون وفي حالة وجد كده. وده بيطلع معايا ما اعرفش هل ده انا يمكن ده في جيناتي موجود قبل كده في حالة ما اتقطعتش تقريبا، حتى بعد ما حصلت ظروف تاريخية بوظت الدنيا او نقدر نقول انها اثرت على الانسان المصري، بس برضو موجود ده في الانسان نفسه. انا لما ابتديت ابص على الفن او ابص على بورتريهات الفيوم والفن المصري القديم من وانا طالب في الكلية، كان بيهمني قوي ان انا اركز مع النظرات العين اللي انا كنت بنزل اشوفها بعد كده في الشارع وفي القهوة، والمواطن اللي قاعد على القهوة وسرحان في الافق بتاعه وعايش مع نفسه ومع قضايا الحياة بتاعته. كل ده اثر في الشغل وفي شغلي، وانا شايف ان ده امتداد للمصري القديم اللي انا اساسا اعتقد ان جيناتي منهم. وده بالنسبة لي كانت حاجة يعني انا شايف انها حاجة كويسة جدا، وشايف ان ده موجود في شغلي وفي البورتريهات اللي انا بعملها. Thank you.
ancient Egyptian art is very idealizing, and it projects the world as it should be. It doesn't show you the mosquitoes in the field, it shows you the beautiful field. And there's the concept of nefer, what is beautiful, which runs through all of Egyptian civilization from the beginning to the end. And one of the famous high officials from the pyramid age is called Nefer Ma'at, the beautiful one of what is right, of Ma'at. So you can see this as a heart pulsing through Egyptian civilization from the beginning to the end. Here the work of Jan Assmann, I think, is absolutely fundamental because he sought in the literature and in the religious writing of the ancient Egyptians the words that would define what it meant to be good and what ma'at means. اسكندريه كانت في الوقت ده كانت كوزموبوليتان يعني ما كانتش مجرد يعني بلد بتاعت مصر كان فيها يهود وفيها مسلمين وفيها اشكال وانواع المسرح القومي طلب مني ان اعمل له كان المسرحيه في سقوط فرعون فطلب مني ان انا اعمل ديكور بتاع المسرحيه دي رحت المتحف المتحف المصري عشان ادرس فمن هنا قعدت يجي شهر ادرس اول حاجه الملابس كانت الاول خطوه ليا ان انا اعمل فن المصري القديم والفن القبطي هي جوه الواحد يعني ما بيحطش يقول ارسم دي تاثير قبطي او دي تاثير فرعوني هي موجوده وبتطلع في الصوره يعني غير ما اتكلم غير ما اقول انا عاوز ايه بس هي موجوده. Go back to the Middle Kingdom, so getting back towards 2000 BC, then we have one remarkable stela, one monument, a stone round-topped slab where an artist has left us a kind of an autobiography. This is a stela now in the Louvre of a man called Irti Sen from about the 20th century BC, and he describes all of the draftsmanship, all of the control he had of the most complicated compositions in Egyptian art. So he could draft the outlines and he could cut the relief, he could cut into the stone, an unusual combination. But where was he trained? Where was he getting his knowledge from? And what influences inspired him as he was creating that? You might think of something like the Hermetic tradition later on, or in Gnosticism, you might see the artist as inspired within a sacred space, but which sacred space? Is it in fact the place where they're making offering to the gods, or is it a sacred space attached to the palace more? The Egyptians have this word, the house of life, and we know in the late period that temples had an institution called a house of life, and this is to do with cultural production, everything from medicine to literature, the religious literature. And you can imagine someone being inspired with these within these contexts, within this space, a house of life. It sounds a very dynamic environment for continuing and developing a tradition. الفنان المصري القديم كان بيلخص الحياة ويلخص الخطوط. التمثال عبارة عن كتلة واحدة بس الكتلة دي مليئة بالروح ولو رسمناها خط خارجي هتلاقي خط بسيط خالص فهو يعني بالعكس بيلغي التفاصيل فده كل ده موجود فيا أنا الحفيد اللي من السلالة دي وبعدين هي الشمس هي الأرض هي الأرض حمراء أنا بكون شوفها برسمها بني أو أحمر وبرسمها محترقة بالشمس والشمس هي البرتقاني أو الأصفر القوي جدا أو الأحمر اللي بتعمل الحر ده في الصعيد وفي قريتي بهجورة أنا بقعد تحت النخلة وأنا طفل فبتأمل البلحة اللي بتنزل من النخلة ألاقي لونها بيحمر وبيغمق بيوصل إلى لون العسل الأسود
والتمر واللي هو البلح القديم ده هو اللي بيتحول الى عسل وعجوة اسمها. وفي بقى واحنا صغيرين اطفال في مهجورة كنا بنجيب من مصانع السكر اللي هي في قنا جنب مهجورة جلاب ده زي قمع السكر وهو بقايا مصنع قصب السكر زي العسل جاف كده. فده هو ده اللون السائد عندي في اللوحات لغاية دلوقتي. الحياة القديمة في مصر هي الحياة اللي احنا عايشينها النهاردة، لان في حاجات مشتركة، الشمس والأرض والنخلة والشجرة والإنسان والحيوان كلهم فيهم روحانية معينة مليئة بالتعبيرات التي لا تنتهي، والحب والخلود والحياة والولادة والموت، كل ده شغل أجدادي. ده أنا عاوز أكمل روح التصوف اللي كانت موجودة من 5000 سنة. أنا عاوز أرجع للإنسان المصري مرتبط بالطبيعة، مرتبط بالزرع والنيل والسمكة والقمر والشمس والطائر الجميل اللي بيعوم في الهواء بيرفرف بجناحاته، واللي فيه حدقة عين برسمها أنا دايرة، ويعني جملة أشياء لا يمكن إنها تضيع من حياة الواحد رغم مرور 5000 سنة. My art, if it was raining on earth at any point in ancient Egyptian history, would have been an ideal that you can imagine people being attracted to and going to Egypt solely in order to live in a place where there was balance and symmetry and order. One thing that strikes me is relating back to the visual arts and the manner of expressing this system. We tend to think, perhaps in a certainly, now you might say Greek way, that philosophy is one thing and religion is another, and that Ma'at is mainly about philosophy and being good is about our ethics and our morality. Ma'at that continues very powerfully, the sense of what is right, the sense of justice that is always there in the Nile Valley. كتير من أعمالي يعني في الواقع مستلهمة من التراث البصري الموجود في الفن المصري القديم بمراحله، مرورا بالفن البطليمي والبيزنطي والإبتي والإسلامي، ودول يعني مصادر فنية بتثري أعمالي. في مصر دلوقتي يعني احنا عندنا يعني حظنا، احنا محظوظين لانه عندنا تراكم الحضارات دي والمدارس الفنية القديمة والمعاصرة. انا بخلط في اعمالي بين فن الخط العربي والمنهج الفني المستلهم من الحضارة المصرية القديمة، يعني عشان أعبر عن تأملات وأعبر عن الأفكار أو الخبايا اللي في النفس البشرية.
لما بنبص على أعمال فنية في الفن المصري القديم بنلاقي الأشخاص اللي هم أبطال السرد، وبنلاقي أيضا نص مكتوب حواليهم طول الوقت. كل لوحة معها النص بتاعها. اللوحة المرسومة بتعبر عن النص، والنص بيفسر اللوحة المرسومة. الاتنين دول مرتبطين ببعض طول الوقت. ده تماما اللي بنلاقيه في القصص المصورة اللي النهاردة اللي احنا بنسميها كوميك ستريب، أو اللي هي رسومات الكرتون. بنلاقي كتابة كتير متعلقة بالسرد أو بتفسر السرد البصري. على فكرة ده برضو اللي بنلاقيه في الجرافيك ديزاين النهاردة والتصميم الجرافيكي بتاع الدعاية والإعلان في القرن 21. بنلاقي لوحات هي دعاية مباشرة بتعبر عن الملك، بتعبر عن انتصارات الملك، بتعبر عن أفكار كهنة المعابد المصرية. ممكن بسهولة نبص لها زي يعني كأنها دعاية دينية زي ما بنشوف في التلفزيون المصري النهاردة، سواء دعاية دينية أو سياسية أو شخصية أحيانا. النهاردة أنا بنحلل أيقونوغرافيا أو محاولة استقراء الرموز والأكواد في العمل الفني، هنلاقي دايما مقارنة بين الماضي والحاضر، ومقارنة بين المقدس والمستهلك الدنيوي. أنا شخصيا ده اللي خلاني وأنا في صناعة اللوحة بتاعتي إن أنا بمزج بين صور الشخوص، والحقيقة بتبقى غير ثلاثية الأبعاد زيها زي لوحات الإعلانات في الشارع اللي أنا مهتم بيها جدا كمصمم جرافيكي ومصور في نفس الوقت. وبالتحديد العلاقة بين استخدام شخص يعني كان شخصية أنوبس اللي هو ابن آوى وشخصية باتمان، الاثنين دول متطابقين يعني من الأمام والخلف شكل بعض تماما، فارق بينهم حوالي 4000 سنة، لكن لهم نفس الاستخدام اللي هو حمايتنا من الشر. أنا شخصيا بعتبر أن احنا كبشر النهاردة في القرن 21 بنمر في فترة إعادة تدوير الرموز وإعادة تدوير الأكواد، الرموز والأكواد الثقافية. على فكرة هي إعادة تدوير للمعتقدات نفسها. في الزمن القديم كان البطل ده، البطل الخارق ده بيحميك في رحلتك الأبدية اللي هي بعد الموت عشان ترجع تاني في حياة أخرى. النهاردة العودة لاستخدام البطل الخارق ده، لأن النهاردة كان لسه عندنا نفس الاحتياج نظرا لإمكانياتنا البشرية المحدودة جدا، فمحتاجين نفس البطل الخارق. التسجيل كنوع من الدعاية سواء الدعاية الدينية أو السياسية أو الشخصية أو مجرد تسجيل العادي، إزاي بنزرع بنحصد بنخزن أو بنحارب. أظن ده كان له تأثير ولازال له تأثير على الفنان المصري المعاصر اللي هو المصريين اللي بيمارسوا الفن النهاردة، المصورين بالذات. ده له سبب، إن هل هو سبب جيني ولا ثقافي ده موضوع بحث. قواعد الفن المصري القديم تم إرسائها 3200 سنة قبل الميلاد، النهاردة 5200 سنة. 3200 سنة قبل الميلاد ولمدة 3200 سنة فضل قوانين الفن المصري القديم صارمة. ثلاثي الأبعاد في النحت وثنائي الأبعاد في التصوير، أكيد ده كان له سبب. المصريين القدماء قدروا يعملوا أعمال نحتية ثلاثي الأبعاد شديدة العبقرية، وكانوا يقدروا يعملوا التصوير ثلاثي الأبعاد، لكن فضلت اللوحة المصرية القديمة الجدارية المصرية القديمة على الحوائط
فضلت دايما ثنائية الأبعاد ألوانها واضحة وصريحة. أكيد كان ده له سبب. So the visual art gives expression to Maat as something which is unique as a solution to the problems of humankind. Well, it's a change in continuity problem that art changes very drastically, very dramatically. But you could argue that in Gnosis and in the Sufi tradition, and even within the Orthodox traditions of the world religions afterwards, the way they're expressed in Egypt does continue. وعندي يقين داخلي ان كل الحضارة المصرية الحقبات التاريخية اللي مرت بها مصر انا ورثتها، يعني هي جوايا، يعني ساعات بتستدعى تلقائيا وساعات انا ببقى واعي بيها. لكن انا اعتقد من بداية شغلي والاحساسي بالعناصر اللي هي في الحضارة المصرية اللي انا ورثتها ديت بتيجي في الشغل. لوحاتي شايلة عناصر كتيرة جدا من موروثاتي، يعني إحساسي بالناس، الحياة اليومية، فكرة تسجيلية المشاهد اللي موجودة في شغلي اللي هي العلاقة دي بالمباشرة باليوم وما يحدث فيه، حركة الناس، الحركة اللي هي ممكن تبقى شبه الموسيقى، شبه الكتابة الهيروغليفية، الناس اللي هي بتتحرك بحركات وإيدة بسيطة ديات، الوجوه، التعبيرات اللي على الوجوه اللي انا بعملها في الشغل. في كتير قوي من المراحل اللي انا اشتغلت فيها كانت صدى لرؤية من خلال الفن المصري القديم، يعني فكرة العائلة، فكرة القعدة دي، ان الناس بتبقى قاعدة جنب بعضها، الملك والملكة والاولاد، او الاب والام والاولاد، او القسيس والشيخ، الفكرة الناس قاعدة جنب بعضها في لحظة سكون وبعينيهم موجهة إليك، فيها نوع من كبير قوي من الثقة، فيها كمان نوع من نقل الخبرة، نقل التاريخ. يعني الناس اللي أنا برسمها دولت قاعدة عشان تحكي لك حاجة، تقول لك قصة، توصل لك رسالة. أنا حريص يعني دائما أن شغلي يبقى فيه رسالة، رسالة ما، يعني رسالة ينقلها الموضوع ككل أو رسالة ينقلها الأشخاص. يعني ساعات أنا ببقى متخيل ان انا اشخاصي هؤلاء محملين بموضوع هيقولوه حتى من خلال القعدة الصامتة والإحساس بالزمن. الصورة عندي بتبقى محملة بأكتر من زمن، يعني لما نتأمل اللوحات اللي انا كنت برسم فيها القسيس والشيخ على خلفية من الشارع وحركة الشارع، انا بعمل الخلفية في زمن ما، وبعدين بتبقى بهذه الخلفية بتبقى مغطاة بطبقة من التاريخ أو من الغبار أو الذكريات، وبعدين يجي الفجر الثاني الرئيسي الجديد ده بيبقى هو حاضر في هذا الزمن ولكنه ممتد للزمن الثاني.
كل الفنون كانت بتوري لنا زي تعليمات ازاي ابقى بني ادم صالح. الناريشن دي كانت لازم تلغي موضوع اللحظه، فنلاقي في حاجات غالبا بتمثل الحركه اليوميه، في ديناميكيه، ومعناها لو انه يخاف انه ما يتفهمش كويس كان بيحط كتابه مع الفنون دي. الجانر كله ما كانش لوحه على الحيطه، لكن كانت حاجه مستخدمه، وبالطبع كانت معظمها ناريتيف. بيحاول الفنان ان هو يحكي كل تفاصيل الحكايه، فيعمل كل الحواديت مع بعضها، ومرات حتى يبقى فكره زي الكنايه. الفكره دي، فكره انه الكتابه والرسم تملي ماشيين مع بعض، من السمات الواضحه جدا في الفن المصري بشكل خاص. وعشان كده كتير من الفنانين ومنهم انا بحب اضيف كتابات في وسط اللوحات بتاعتي. وده كتاب في صندوق فيه اشعار ورسومات، هقرا لكم منه قطعه شعر غزل وحب. حبي لك يسري في كل جزء من جسدي كالملح وقد ذاب في الماء، مثل لبن يتدفق داخل الماء، لذلك أسرع لترى أنثاك كالصقر ينطلق كالسهم في أحراش البرد، كألسنة لهب تتساقط على القش. So the art and the religion from the beginning, from 3000 BC, are tied together. From the moment that you have the depiction of an all-powerful creator as a falcon, the name Heru or Horus, and from the second dynasty, Ra, the sun, as the main form of the creator, as the perfect metaphor for a creator, an all-seeing, omnipresent creator. And then in the language a thousand years later, you see them using, besides very specific attributes of a human formed, a male deity, the name Imun or Amun, the hidden one, to mean another aspect of the creator, a single omnipotent god who is everywhere but cannot be seen. So you have these features, and the writing gives us the names of the religion at the same time as the art gives us the forms. You can't easily separate them out. المصري القديم كان مشغول بالحركة الداخلية، عمره منشغل بالحركة الخارجية، ورغم انفعالاتها الشديدة إلى أن ملهاش حركة خارجية، ما بتشوحش زي ما بشوح أنا دلوقتي كده. الحركة الداخلية للشخوص وحياتهم الداخلية ما بتترجمش في شكل حركة، مش ديناميك، يعني مش ديناميكية خارجية. هو إزاي الوعاء الخارجي ده يحتفظ بتماسكه ويدي لك إحساس بأن في شيء ما في الداخل، زي في التركيز بتاع وش الحلاق. يعني هو مش عامل انفعال عالي، بس أنت تقدر تحس أنه في درجة تأمل، في حالة من التأمل، أو أن في حركة داخلية جواه، إنما مش مهم قوي الحركة الخارجية. عشان كده انت بتسكن كل حاجة، يعني حتى حركة الإيد، حركة الجزع، كل ده متسكن في نقطة ما داخل العمل. فإزاي الفنان مدرك ان في نقطة سحرية داخل الكتلة بيجذب لها كل الأطراف العمل، يعني ازاي الأشياء كلها بتعود لنقطة. وهم كانوا مشغولين بالأجسام قوي قوي، بس هم كانوا بينسقوا من جسمين. الناس منهمكة بتعمل حاجات، يا اما بيعملوا خزف، بيقطعوا، بيزرعوا، وفي واحد ساكن، تمام؟ والساكن ده هو الضمان، يعني هو الراجل اللي قاعد ده مش منهمك في العمل، هو كل حاجه، لان ده اللي في ايده كل الماضي. الطاقه اللي بتتبذل عشان نفهمك ان الكيان الساكن ده هو الاستقرار، هو اللي هيضمن لك ان التجربه تتكرر. الانسان اللي منهمك في العمل ده ممكن التغاضي شويه عن صياغته، ممكن صياد يتني، ممكن فلاح يبين مشاهد تعب شوية، صياد بيجر الشبكة يبان معاناته مع الشبكة، إنما الجسد ده ضامن الاستقرار ده، ها؟ جسد بطولي مهيمن ومهم جدا، لأن هو ده نقطة الجذب لكل المفردات الكتير والتفاصيل الكتير اللي موجودة على جدار اللوحة. اللوحة مليانة تفاصيل، هو الكون بس متهندس. هو عايز يخلي بؤرة الجذب واحدة في مركز واحد بينسق
بشكل خفي كده الخيوط اللي ممكن بعد كده تلاقي إخناتون بيعملها بشكل واضح بقى، ان خيوط الشمس تطلع على شكل ايدين والايدين دي بتلمس الكائنات كلها، كأن الكائنات دي كلها محمية بايدين ما للإله المطلق ده المتواري ورا الشمس. العلاقة دي علاقة اعتقد انها حاسمة لأي فنان مصري. يعني انا شغلي كله تقريبا ممكن تلخصه في ان في شيء عفوي يتم التحكم فيه، يعني زي ما المصريين كانوا خايفين كده من الطبيعة، يعني فكرة ان الطبيعة لازم يتم التحكم فيها. انا عقلية الزارعين دي، الزارعين مهندسين، المزارع مهندس بمعنى انه بيحول شيء عفوي لشيء منطقي محسوب، وبالتالي العقلية دي عقلية انك انت فوضى الكون او اختلافات الطبيعة تخضعها القانون، فدي العقلية. انا لما باجي اشتغل كمصور بدي الاول للماتيريالز والمواد والخامات فرصة فوضى كاملة، وبعدين يدخل عليها منطق ما يحاول يفرض قانون على الحالة الجيشان دي. وانا اعتقد ان ده تماس كبير جدا مع شغل المصري القديم اللي هو عايز يعمل منطق يحكم به كثرة التفاصيل كثرة المشاعر. وانا واقفة هنا في قاعة المحاضرات الرئيسية لجامعة الإسكندرية العظمى، المكان اللي وصلت فيه لقمتها عملية الانصهار الحضاري اللي خلقته كيميت الخالدة. ما اقدرش غير اني اقول ان هذا هو بحق الرمز المعاصر للخلق والابداع الفني.